تقاليد الحفلات وواحد هي شنيه. كانت مثلا ام كلثوم بدون منازع ما يطلع معها حد، ما يغني معها حد ام كلثوم. عبد الحليم قبل لا يتشهر يطلع معاه. فهمتك. نجاة الصغيرة والعزبي ومحمد رشدي ونجاة الصغيرة، فهمتني؟ ام كلثوم في بالي اخر وعندها نواميسها وتقاليدها وكل شيء. يبقاو هم علاش كنا تاع موضوعنا هو مطربي الصف الثاني اللي هما راهو كي تشوف تو مطربي الصف الثاني تو نلقاهم شوش فيهم مطربي الصف الثاني ورد ونجيت ونجيت عزيزة جلال. لا عزيزة جلال سما جات مخر معناتها في الثمانينات، نحكيو على فترة الستينات والسبعينات اللي فيها الناس هذوكم الكل معناتها فهمتني. كنا ورد ونجاة الصغير ونجاح سلام وسعاد محمد محمد العزبي ومحمد رشدي ومحرم فؤاد، أغلبية المطربين كلهم كانوا صف ثاني. دونك في الحفلات هذو هانوا يطلعوا مع بعض معناتها حفلة فيها ساعتين ثلاثة حطوا فيها زوز مطربين ثلاثة باستثناء الاستثناء الوحيد هو اللي هم أم كلثوم. ثم أنه يعني الحفلات الوحيدة اللي يغني فيها أم كلثوم وراها عبد الحليم هي حفلات رئاسة الجمهورية وقت أعياد الثورة وكذا اللي بتاع الدولة معناتها اللي تطلب ظل عندهم احتلاف احتلام بتاع الثورة ولا كذا ثورة 52 فأن يطلبهم فهمتني زوز مطربين عمالقة. ما تبقى من ذلك يعني فهمتني يبقى للمطربي الصف الثاني. الصف الثاني شكون مش تعامل معه الصف الثاني الملحنين؟ عبد الوهاب قلنا قام وحده وعام 54 بطل مع الشي غني. دونك عبد الوهاب مش يمشي لحن لشكون للصف الثاني زيدا. عبد الوهاب من عام 64 لحن أم كلثوم. دونك من وقت اللي هو بطل معاش يغني من 54 ل 64 قعد يلحن للصف الثاني. الموجب بدأ مع الصف الثاني بدأ مع عبد الحليم وقت ذاك هو صغير وكل شيء. دونك الصف الثاني شكون بقى؟ بقات أم كلثوم والمرجع هي الكبيرة وبقيت الملحنين كل وراها. فهمتك. لهنا حتى لين حتى 64 مشتاقة قلنا انت عمري وقت التجديد والروح الشبابية اللي مش يعملها خطيه في مش اشكالي هي شني. هو الكاتب حسن الهيكل في يوم من الايام كتب في جريدة الاهرام الحضارة الفرعونية حضارة ميتة. تصور حسن الهيكل وقيم ترى راو كان معتها المستشار الاعلامي يعني ويكتب في خطابة الثورة عن جمال عبد الناصر وكل شيء معتها مؤلفات ما تعرف خريف الغضب قامة كبيرة يعني يكتب مقال في هكا قلنا الحضارة المصرية حضارة ميتة في شرحه ما العباد ما فهموش. قال الحضارة الفرعونية حضارة موت عكس الحضارة اليونانية. الحضارة اليونانية خلفت لنا فكر فلسفي ورياضيات وكل شيء بقات متواصلة الموجودة يعني الموجودة إلى الآن في الحضارة الغربية وتوها نعتمدوها حتى في المعارف. عكس الحضارة المصرية اللي ما خلت ما عرفناش الفكر. ذات الأزمة ذي اللي صارت عملها حسنين هيكل صارت قبلها في الخمسينات أزمة أخرى هو تصريح توفيق الحكيم. توفيق الحكيم صرح قال أم كلثوم عثرة أمام تطور الموسيقى العربية ونفس الإشكال هجموا عليه الناس كل أو علش خاطر ذات كذا لو واحد يرى بطريقة مختلفة يصدم الناس. فهمتك. توفيق الحكيم ما تعرف في فيلم رصاصة في القلب كاتبك الأغنية حكيم عيون أفهم في العين وهي أغنية طريفة معتها وشعبية وكل شيء حتى وش كان هو الفن. الفن الموسيقى العربية كانت تقاس بالقصيدة صحيح. إلا ما يجي بيرم التونسي ومش يعدل الكفة نقوله أحنا ويرجح مع ثنائية زكريا أحمد مش يبدأ الفن يقرب للشعب خاطر المقاييس والأخطر من ذلك خاصة في العالم العربي فما إشكالية كبيرة برشا اللي هي شنين. قلنا الفن والموسيقى نقيموه بالقصيدة اللي عكس الموسيقى الغربية بيتهوفن وشوبان موسيقى فقط فالتقييم على التلحين والجمل الموسيقية فماشي نصوص. احنا في العالم العربي منظومة اخرى نقيم يقيم الفن والموسيقى اعتمادا على النص الشعري على الشعر والدليل هذا اكبر دليل. علاش نقولوا اغنيه القرن ماهيش انت عمري ولا الحب كله ولا الف ليله وليله؟ علاش الاطلال؟ ما هو اذا كل الناس الكل انتخبوها الاطلال اللي هي اغنيه القرن. علاش
اللي ندرى موزيكالمون افضل من جميع الالحان مو صحيح، لانه الشعر ابراهيم ناجي القصيده كانت ربما تلخص قوه الشعر العربي. صحيح. وهذا هو في التقييم هي اشكاليه في العالم العربي، مشكليه هي اللي قصده توفيق الحكيم. توفيق الحكيم كترحل الاشكاليه ترحل الاشكاليه صحيحه، راه خد قال لهم راه الموسيقى شكون مش يستهلكها، هذا الانتاج شكون مش يستهلكه، مش يستهلكه الشعب. صحيح، يعني الماجوريتي مش اذا كان ناخذوا تركيبه المجتمعات العربيه وستور المجتمع المصري قبل 52 المجتمع ملكي، الدوله ملكيه معناتها النظام الملكي. وانت تعرف هذوم كلهم النظام الملكي، يعني تاع حسين واحمد رامي واحمد شوقي كلهم ولاد النظام الملكي. فهمتك. فئه قليله والشعب كله فلاحين يعني يسكن كذا، فهمتني. فالطرح اللي طرحوه ما عجبهم ما عجبش الناس. فهمتك. دونك وقتاش مش يبدا التصليح، التصليح باك التعديل نقولوا احنا باش ندوزيو، مش بداها زكريا احمد ومش تبقى عركه من التصريح نتاع توفيق الحكيم وكل حد شكون مش يمشي. فهمتك. صنباتي مش يبقى وفي لمبدؤه الموسيقى الكنائسية نقولوا احنا القوية الدسمة، ما يتبدلش الصنباتي، ما عادوش خفيف، قليل نادر ان تلقى الصنباتي في اغنية خفيفة. وعبد الوهاب عام 64 مش يعمل الثورة هذيك، وخلال ذلك فما الكوكبة الاخرى اللي فيها بليغ حمدي وفيها محمد الموجي وبقية الملحنين محمد فوزي وغيره ذلك، فهمتني. هذه هي الطرح بصفة عامة نتاع الموسيقى العربية وإشكاليتها في القرن العشرين، وشنية الإشكاليات اللي طرحت، فهمتني سندسة؟ بتبيع نتبع فيك. دونك علاش نقول وإحنا اللي ظلموا الصف الثاني؟ لأنه التقييم قام على مقاييس أخرى. أنت معناتها أنت ما تغنيش قصيدة لا نعتبرك من الصف الأول. فهمتك. فهمت الإشكالية؟ كانوا مارجيناليزية إحنا نقول. إكزاكتوم، وذاك علاش مثلا كي نشوفوا عبقرية بليغ حمدي اللي هي معناتها العالم كل حتى كبار المنظمة العالمية للموسيقية صارفت به معناتها، فهمتني؟ مادام ما لحنش قصيدة وأبدع في القصائد دونك فهوش مش ملحن عبقري. فهمت ولا ذاك علاش الترتيب اللي صار؟ محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال. علاش؟ خاطر عبد الوهاب لحن لهم أغلبية القصائد، الكرنك والجندول ويا جارة الوادي وما انتجه احمد شوقي وكبار الشعراء في تلك الفتره، فهمتني. دونك عنده قصيده وثم عمل لهم الشباب وكذا، فتصنيفه حطوه الفوق موسيقار الاجيال الكل. الصنباتي وبعد هو يجي الصنباتي في تصنيفهم. واللي هي اكبر غلطه راهو عملوها النقاد، ما تخيلت شنو الاشكاليه في النقاد. النقاد الناس اللي تقيم شكون هما؟ الصحفيين وادباء اللي هما محسوبين على طبقة معينة. لا أبال محسوبين ما عندهمش ثقافة الموسيقية الشاملة العالمية باش تقيم. هو يقيم شنو؟ برصيده الأدبي الثقافي الشعري اللغوي. صحيح. هذا اللي تم في العالم العربي في الموسيقى وخلى ساعات الوضع حتى تودي تزد وتقعد بيش تقول شنو نحكي صار بالضبط في الموسيقى شبه هكا. الموسيقى العربية تاريخها ماهوش مقابل. ما هوش مقابل وبالعكس، والقصائد اللي كانت تغنى في الثلاثينات والاربعينات ما عادش نسمعوهم تو وينهم. فهمتك. اللي هي كانت تحسب معناتها من اقوى الموسيقى وهذيك هي من القمم. فوالا، خاطر ام كلثوم كانت بدايتها كمدرسه قرانيه، الناس كلها كلها بخارجين من التكوين الديني وكذا ولغه عربيه ومخارج الحروف ولغه عربيه وكذا، ثم نقيموا معناتها نقيموا المطربين والملحنين الناس كل على المستوى هذاك. فهمتك. الصادق علاش قلت لك مفهوم الصف الثاني؟ لو انت تقول لي السيده نجات، وقتاش ولات السيده نجات؟ السيده نجات ولات في الثمانينات والتسعينات عندما خلط عليها شيخه هريمه، فهمتني. ورده ولات السيده ورده. بعد ما ماتت ام كلثوم اعتبروها دونك ام كلثوم ماتت هات نحطوا ورده خليفه ام كلثوم اللي هي ما كانت في المطربه الدرجه الثانيه. اي فهمت ولا؟ دونك ربما خاطرك انت من الجيل معناتها الثمانينات وكذا ظهروا لك قمم، هما في الستينات والسبعينات ما همش قمم. فهمتك. فهمت المقاييس. فهمتك. وذاك علاش تقولوا حتى اغلبيه الملحنين كي ماتوا الكبار كلها تراجعت. مثلا نعطيك مثال الصنباتي مات عام 81، لحن نسك ولحن عز جلال لحن الورده لكن ما نجحش وما يدل حنيو. لانه الصنباتي صحيح من المدرسه القديمه القصيده، لا سورتو حتى الصنباتي ما يلحنش الكلام الشعبي. فهمتك. يلحن كالقصائد صنباتي قديس،
عبد الوهاب مديري فهم الطرح. عبد الوهاب قلوا احنا ولا يلحن عمل ادابتاسيون ادابتاسيون. دونك القام هذوما كما قلنا فما مطربين الجيل الثاني الصف الثاني، هل ملحنين هذوما اللي تخلقوا هذوما اللي توجدوا كما الصنباطي كما الموجي وبليغ وكذا، دونك ممكن يبداو صف ثاني. دونك شكون مش ينجز مولي من العمالقه؟ خاطر العمالقه شكونهم قدام المرجعيه؟ عندك عبد الوهاب والصنباطي في الكوكب هذه كلها، رغم اللي فما برشا ابداعات راهي فما برشا ابداعات للملحنين الصف الثاني هذوما عملوا المستحيلات معناتها وعملوا حتى ما عزوا عليه الكبار، مع ذلك فما نوع من الظلم. يعني كي نشوفوا شنو وقت يكون ارتقى للصف الكبار نجز معناتها بحثا محمد عبد الوهاب والصنبات بلي حمد ماني حمد ثم بعده الموجي، خاطر ستيل احنا هنا نسمع في نجاتك الرقه ذيك وكل الجو نتاع نجات والرومانسيه شكون عملوه لها؟ عملوه بلي حمد ساغلها شخصيتها في الستينات حتى في الخمسينات في اواخر الخمسينات وفي الستينات بلي حمدي صاغر شخصيه نتاع نجات صغير، فالناس كلها مشيت في الاسلوب نتاع نجات، صوت رقيق وجيتاره الشرق وغير ذلك ما بعدك الاسامي وكل شيء. دونك نمط اخر عنده جمهوره، ما هو جمهور مكلثوم هذا، فهمتني؟ هذا جمهور اخر صحيح. باش نواصلوا نسمعوا نجات الصغيره في حبيبي لولا السهر. لولا السهر.